وقد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع احتفالات المملكة بأعيادها الوطنية من خلال نشر تغريدات وصور ومقاطع فيديو تعبر عن فرحتهم بهذه المناسبة. يأتي الاحتفال بالأعياد الوطنية كفرصة للمواطنين ليعبروا عن مشاعر الولاء لجلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد، ولهذه الأرض التي مهما كتبنا عنها لن تكفيها كلمات اللغة العربية كافة. التعبير عن الفرحة بأعياد المملكة لم يزين كل شبر في أرض الوطن من شماله إلى جنوبه فحسب، بل شهد العالم الافتراضي المتمثل بمواقع التواصل الاجتماعي مشاركات عديدة من قبل رواده، حيث تصدر واسم البحرين والعيد الوطني معظم المشاركات في تويتر وفي الإنستغرام أيضا. فطوال شهر ديسمبر ومواقع التواصل الاجتماعي لم تغب عنها مظاهر الاحتفالات بأعياد المملكة الوطنية، إما عن طريق التغريدات بأحرف ملأتها مشاعر الوطنية والانتماء، أو بتلك الصور التي تعبر عن كم الحب الذي يسكن قلوب البحرينيين والمقيمين لهذا الوطن المعطاء. الجميل في الأمر أن مشاركات مواقع التواصل الاجتماعي لم تقتصر على البحرينيين أو المقيمين على أرضها فقط، بل شارك الخليجيون بعدد كبير من التغريدات والصور ومقاطع الفيديو عبروا من خلالها عن صادق تهانيهم لمملكة البحرين وشعبها بمناسبة الأعياد الوطنية وذكرى تولي جلالة الملك المفدى لمقاليد الحكم. ما كتب في مواقع التواصل الاجتماعي وما نشر بمناسبة العيد الوطني ما هو إلا ترجمة لمشاعر حقيقية تحملها قلوب رواد تلك المواقع، ولعلها أقل ما قد يقدم لوطن الخير ولقيادته.